على الهاتف الدكتور محمد ابو سمره رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني. دكتور محمد مساء الخير يا فندم. حياك الله استاذ محمد، حياك الله، اهلا بيك. ما زالت الاله العسكريه الوحشيه الاسرائيليه تستمر في القتل والتدمير في قطاع غزه، ولكن ايضا الجيش الاسرائيلي يتزايد اعترافه بالخسائر بشكل كبير يوما عن يوم. رأي حضرتك ايه في التطورات دي، وفي نفس الوقت ايضا الى اي مدى سيتمادى الجيش الاسرائيلي في عملياته؟ يعني العدوان زي ما حضرتك عارف يعني تجاوز 100 يوم، نحن في الشهر الرابع على التوالي. العدو الصهيوني باتت الحرب لاجل الحرب هي الهدف الاساس والرئيس، الحرب بمعنى تدمير كل ما له علاقة بمقومات الحياة في قطاع غزة الآن وغدا وبعد 100 عام، بل وبعد 200 عام إن تمكن هذا العدو. يعني جعل قطاع غزة بكل الأحوال والمقاييس والأشكال غير قابل للحياة في أي حقبة من الزمن القادم، يعني ليس فقط الآن، هو يقوم بعمليات بالفعل، وتحدثنا عن ذلك كثيرا، عمليات إبادة وتطهير عرقي لم يشهد لها التاريخ مثيلا. نحن أمام أرقام حقيقية للشهداء تجاوزت 60,000 شهيد، يعني قبل أيام كنا نتحدث معا عن 50,000 شهيد، نحن نتحدث اليوم والآن عن 60,000 شهيد، عن إجمالي 250,000 فلسطيني ما بين موزعين ما بين شهداء وجرحى ومفقودين. دكتور محمد، هل صحيح أن قوات الدفاع المدني أصبحت عاجزة عن رفع الأنقاض وانتشال الجثث من تحت الأنقاض بالفعل في مناطق عديدة؟ هي الدفاع المدني منذ ربما منذ شهرين كانت عاجزة، فما بالك اليوم. الدفاع المدني قدم لوحده قدم أكثر من 200 شهيد من طواقمه، طواقم الإسعاف تقريبا 250 شهيد، الصحفيين طبعا حوالي 140 شهيد، الأطباء والممرضين والطواقم الطبية العاملة في المنظومة الطبية حوالي 400 شهيد. سيارات الدفاع المدني تقريبا دمرت، يعني ربما يعني دمر 70% منها من سيارات الدفاع المدني. سيارات الإسعاف أكثر من 100 سيارة إسعاف تم تدميرها بشكل كامل، يعني وكل يوم طبعا حتى يوم أمس كان هناك استهداف لسيارات الإسعاف. وبالتالي طواقم الدفاع المدني لا تملك من مقومات القيام بواجبها إلا أيديها وبعض الأدوات البسيطة المتواضعة التي شهدها العالم أجمع. لاحظت هذا. نعم أستاذي العزيز، نحن أمام مأساة إنسانية بكل ما تعني الكلمة. طيب. ولذلك هناك عشرات آلاف الجثث من الشهداء تحت الأنقاض، يعني حتى على مستوى كل الناس، يعني نحن أقاربنا معرفنا أصدقائنا جيراننا من نعرفه من، يعني هناك آلاف من الأسماء التي نعرفها على المستوى الشخصي ما زالت جثامينهم تحت الأنقاض. الدفاع المدني والأهالي عاجزون عن رفعها، ليس فقط أستاذ مصطفى، هذا مهم يعني للتنويه إليه، ليس فقط لأنه لا توجد إمكانيات ولأن الناس عاجزون يعني لعدم توفر يعني طواقم الإسعاف المدني أو طواقم الدفاع، والناس عاجزون عن رفع الجثامين، إنما أيضا لأن العدو الصهيوني يستهدف كل من يحاول أن يقترب لرفع الأنقاض من أجل انتشال جثامين الشهداء. طب دكتور محمد، خلينا نقلك الى الجانب الاخر وهي الخسائر الاسرائيليه خاصه في خان يونس. يعني في النهارده طالع اسحاق بريك وطالع بيتكلم، وهو جنرال سابق طبعا في الجيش الاسرائيلي، بيؤكد انه لو استمر الغزو البري والمواجهات خاصه في منطقه خان يونس ومخيمات الوسط، فسنشهد، هو بيقول لاسرائيل، سنشهد المزيد من القتلى والضحايا الإسرائيليين في هذه المواجهات. ده معناه أنهم لم يستطيعوا حتى الآن القضاء على حماس أو حتى المدافعين عن مناطق هم مسيطرين عليها. يعني لغاية دلوقتي إسرائيل بتعترف تقريبا ب600 ضابط وجندي منذ 7 أكتوبر، ده بالإضافة إلى آلاف المصابين. نعم، اولا يعني بالتاكيد المقاومه الفلسطينيه بكافه فصائلها، حماس، الجهاد، فتح، الديمقراطيه الشعبيه وكل الفصائل، وحتى يعني مقاتلين مستقلين يعني دون انتماء فصائلي، لان مساله المقاومه هي مساله اراده شعب يعني وحمايه وطن وحمايه قضيه. بالتاكيد هناك مقاومه باسله في كل انحاء قطاع غزه،
ربما منيت المقاومه في ذلك في هذا المكان او ذلك المكان بخسائر. هذه مساله بالتاكيد يعني منطقيه ومعقوله ومقبوله، وقدمت الكثير من الشهداء كما قدم الشعب الفلسطيني، لكن هناك مقاومه فلسطينيه بطوليه شرسه تعتمد بشكل اساسي على ايمانها بالله ومن ثم ايمانها بعداله قضيتها ومظلوميه شعبها وبواجبها المقدس اتجاه التصدي للعدوان الصهيوني الغاشم. وبالتالي هناك مقاومه يعني يشهد لها الجميع بانها استطاعت ان توقع العديد من الخسائر في صفوف العدو الصهيوني. العدو الصهيوني يعني من خلال متابعتنا للاحصائيات التي تقدمها المستشفيات الصهيونيه و الصحف العبرية ووكالات الأنباء العبرية وأيضا وسائل التلفزة العبرية وما ينطق به بعض النشطاء والخبراء والمحللين السياسيين والأمنيين والعسكريين الإسرائيليين عبر مواقع التواصل الاجتماعي، الأرقام الحقيقية لعدد القتلى والجرحى الإسرائيليين في جيش العدو منذ بداية عمل العدوان، يعني منذ طوفان الأقصى منذ 7 أكتوبر وحتى اليوم، تستطيع أن تضرب الرقم المعلن إسرائيليا ب20، يعني بمعنى نحن نتحدث عن ما يقترب من 20,000 ما بين قتيل وجريح. يا سيدي عقبال 200,000 يا رب يا رب. يعني أنا هي القضية بالنسبة لي أنه لم يستطيع ولن يستطيع، ما هو دي المشكلة اللي هو لازم يقف قدامها. الدكتور محمد أبو سمر رئيس تيار الاستقلال الفلسطيني، بشكرك شكرا جزيلا على هذه المحادثة.